الإسلام في عقوده الأولى، وعمر الفاروق يتولى الخلافة. العمانيون يحملون مع إخوانهم المسلمين راية الجهاد في سبيل الله، ليشاركوا في الفتوحات عند ثغور الهند. عثمان ابن أبي العاص ينطلق من عمان لفتح الهند، ويعود منتصرا من ساحلها الغربي. وقيادات عسكرية عمانية تقود الحملات البرية في الثغور الوسطى من الأطراف الهندية الغربية. أما راشد ابن عمرو الجديدي فيتوغل في الهند والسند، ثم يظهر المهلب ابن أبي صفرة في مسرح الأحداث، فيتجه إلى القيقان وقندابيل ولاهور. ويأتي من بعده قادة آخرون من آل المهلب ليلعبوا أدوارا متعددة بين كر وفر وخلاف واتفاق في القيادة والولاية، مثلما لعب العلفيون ذات الدور في أحداث ثغر الهند. أكثر من قرن من الزمان والخلفاء يعتمدون على خبرة وجهود العمانيين في تلك الأنحاء لخبرتهم البحرية وقربهم من الهند. ولم تتوقف مشاركة العمانيين على حمل السلاح، فهم أهل تجارة ومعاملات، فمكنهم ذلك من الإسهام في الدور الحضاري والتبشير والدعوة إلى الإسلام، مكونين جاليات ومناطق خاصة، متجاوزين الهند والسند وصولا إلى الصين، مثلما فعلوا في السواحل الشرقية لإفريقيا، بل وفي نواح أخرى بعيدة جدا عن موطنهم، ليصلوا إلى الشام وإلى الأندلس وجزر البحر الأبيض، مخلفين وراءهم حديثا طويلا من مآثرهم.